تحياتي للجميع معكم أبو ميلاد في فيديو جديد اليوم في عندي كاميرا جديدة وهي نيكون دي اف بشكل سريع راح أحكي من ناحية تقنية عن الكاميرا ومن ثم سوف أتحدث عن فكرة هذه الكاميرا أولا الكاميرا هي فول فريم اف اكس 16 يحمل 16 ميجا بيكسل ونظام الفوكس يحوي على 39 نقطة فوكس الكاميرا فيها منفذ واحد لكروت الذاكرة الكاميرا لا تحوي على فلاش طبعا في امكانية لايصال فلاش خارجي بالكاميرا من ظهر الكاميرا بنديك التغطية مية في المية حساسية المستشعر بتمتد من مئة ايسو الى اتناشر الف ممكن رفعها الى ميتين الف ايسو ايضا ملاحظة المستشعر الموجود في هذه الكاميرا هو نفس المستشعر الموجود في كاميرا نيكون دي اربعة ايضا الكاميرا تصور خمس اطارات بشكل مستمر الآن سوف أعرض فيديو لقدرة الكاميرا لتصوير الفيديو آه نسيت أذكر أن الكاميرا بتصورش فيديو فعمليا فيش فيديو كانت مزحة الكاميرا فقط بتصور صور عادية فيش فيها إمكانية تصوير فيديو فقط للتصوير ستيل أو تصوير عادي الآن سوف أتحدث عن فكرة الكاميرا الكاميرا مستوحاة من تصميم كاميرات الإف اللي كانت مشهورة في سنوات الثمانين والسبعين فعمليا كان في هناك كثير طلب انه يعملوا كاميرا اللي هي بسموها ريترو ستايل اللي بتحمل نفس التصميم لكاميرات الاف كما ذكرت كانت موجوده في سنوات الثمانين بالسبعين من القرن الماضي فعمليا نيكون قررت انها تقوم بتصميم كاميرا اللي هي ديجيتال او رقميه تحمل نفس التصميم ايضا نسيت اذكر وهي نقطه كثير مهمه انه سائل الكاميرا بدون عدسه هو 2700 دولار ايضا في الدعاية التشويقية اللي كانت من قبل نيكون كان الشعار باللغة الانجليزية pure photography او يعني تصوير نقي الفكرة هي انه الكاميرا تكون معدة فقط للتصوير ولا التصوير خلينا نحكي عن قضية انه هي pure photography وان الكاميرا تكون معدة للتصوير وتكون فقط يعني فقط تكون مخصصة وتكون لهواة التصوير وعشاق التصوير خلينا نحكي عن الازرار في الكاميرا عدوا معي في عندنا هنا زر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين فرضنا إنه هالزر يكون 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 فعملياً الكاميرا فيها 31 زر يعني عملياً الفكرة هي إنها مش بيور أو شيء ليس نقي فقط معدل للتصوير الكاميرا بعد استعمال 10 أيام الكاميرا هي معدلة لإنسان هو جداً محترف في التصوير لانه تشغيل الكاميرا بتطلب معرفة جيدة جدا في التصوير فعمليا يعني عفوا نيكون ما قدرت اربط الفكرة فكرة هي الصفاء او البيورتي او البيور في قضية التصوير على الجانب الاخر بذكر هنا مثلا شركة زي لايكا اللي عندها كاميرات زي لايكا ام كل اشي فيها يدوي الانسان اللي هو بحب التصوير بحب يكون عنده القدرة الكاملة على التصوير لايكا تنطيها الامكانية بشكل جدا نقي وبسيط ايضا بالنسبة لجودة التصوير في الكاميرا الصور جدا ممتازة، طبعا الرابط راح يكون في الاسفل، ايضا ممكن تشاهدوا الصور على الفيسبوك، على صفحتي على الفيسبوك، جميع الروابط في الاسفل. قررت انه اخذ هاي الكاميرا مع نيكون دي 610، عملت مقارنة في الصور، واستعملت نفس العدسة اللي هي عندي هون هاي العدسة اللي موجودة هنا هي نيكون 85 مللي اف 1.4، وبصراحة لم أجد أي فرق، بالعكس وجدت انه نيكون دي 610 اكثر عملية وتنطيني مرونة اكثر وتحكم افضل واسهل من استعمال هاي الكاميرا لانه مثلا اذا انا بدي اغير الايسو في هاي الكاميرا فعمليا لاحظوا معي لازم اضغط على الزر اقوم بتحريك الدولاب الموجود هنا او اذا انا قررت انه اغير فتحة العدسة فعمليا لازم فيجب علي ان احرك هذا الدولاب اللي هنا وعمليا غير مريح اذا انت بتصور بشكل مستمر طول اليوم كما ذكرت وجدت صعوبه ان افرق في جوده الصور رجعت لمواقع عالميه اللي هي بتعمل مقارنه علميه للمستشعر هاي الكاميرا ومستشعر الدي 610 عمليا دي 610 كان افضل طبعا الفرق كان جدا بسيط بس عمليا اذا رجعنا مقارنه هاي الكاميرا مع السعر فنصيحتي انه اذا يعني بشكل افتراضي معك المال اشتري نيكون دي 610 لانه راح تكون اكثر عمليه ايضا النيكون دي 610 بتعطيك تصور فيديو بشكل جدا جدا ممتاز بالمقارنه مع هاي الكاميرا اللي هي بتعطيك صفر امكانيه لتصوير الفيديو بالاضافه لذلك اذا معك 2700 دولار اشتري دي 800 اللي هي افضل وافضل من هاي الكاميرا وايضا من دي 610 والفرق هو فقط 200 دولار فعمليا استثمر 200 دولار واشتري كاميرا اللي هي افضل من هاي الكاميرا ففي النهايه نيكون صممت هاي الكاميرا كما ذكرت لعشاق التصوير انت عم تشتري هنا في هاي الحاله بتشتري كاميرا هي جدا قويه ولكن انت عم تدفع المبلغ الاكبر للتصميم وللستايل تاع الكاميرا هيك بكون انتهيت شرح عن هذه الكاميرا كما ذكرت جميع الصور موجوده في الاسفل ايضا في حسابي في الفليكر ايضا ما تنسوا تعملوا اشتراك في صفحتي في الفيسبوك وايضا اشتراك في قناتي في اليوتيوب في النهايه بتمنى للجميع يوم سعيد الى اللقاء مع تحياتي ابو ميلاد